السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل مشاهدي قناة الزيتون مرجان في مكان داخل الوطن أو خارج الوطن. حبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا، احنا في دابا السويهلة في مراكش. اللي ما عرفهاش كاينة في المملكة المغربية، الخيرة والجارية المغربية، والناس مالين المدن الكبرى في المملكة المغربية، وكل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. عيالات رجال بنات اولاد، اهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم 16 في شهر 11 2022، الخيرات في الاربعاء الجويلة في مراكش. السي محمد هنايا كيما تشوفوا ما تيبيع لا كبدة لا الحملة والو، خاص بالشي في مراكش. تشوفوا معنا تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان. تحل تركفته هنايا، عندو ماكينات الكفته تطحن الكفته هنايا. الناس اللي تيشريو اللحم ما تيبيع ما والو، ما تيبيع لا كفته لا والو، عندو ماكينات الكفته تطحن الكفته. اهلا الحاج مبارك، كي داير بخير؟ راشد الاحوال ياك بخير؟ الحمد لله، الله يطول عمرك. كما تشوفوا هاد الخيرات تنوريوها جميع الاحباب اتونا، اهلا بكم. هذا ومعادش باقي تحلوا السوق؟ باقي في 3:30، تيقول لنا الحاج مبارك باقي في 3:30، الاربعاء السويهله معادش تتحل بالليل. تبارك الله السي الحاج. انا سي محمد اصور صور صورني هذه عندك باقي انت اسميتو هذا من الكتبان. اييه مرحبا. تاع السوق هو قال يمكن لب السوق هنايا في الاربعاء السويهله من مراكش. هذاك الرجل صديق تاعنا من اياك. مرحبا بكم. هذاك اليان ديالك ولكن يهضرنا مع الثياب والمسائل. هذا سي طيب ولكن ولا الزروطه فيه. لا ذاك الزر تيكون هز. اهلا اهلا اهلا. اي الله يعمرها دار. كي داير؟ الله يعمرها دار. واش اللي تلاقى معك انت عرفتي بيا ياك بخير؟ هادو الحباب تونا كما تشوفوا تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان. كما قلنا الحباب تونا راه ما تيبيع لا كبدة لا قضيب لا والو، خاص بالشي واتاي هنايا في الاربعاء السويهلة في مراكش. كما تشوفوا الخيرات تنوريوها لجميع الحباب تونا، بحال ما هاد الكورنيط تاع هو تيجيبوا الناس تيشوي ليهم. كنحييو الحباب تونا داخل الوطن او خارج. سي محمد ضرفات هنا، اللي بغى القدبان تيصوب لي القدبان، واللي بغى الشوايه يصوب لي الشوايه. جبتي الدجاج بيبي، جبتي الكبده، القلب، اللحم، الكوتليت، كل شيء تيشويه خاص بالشي هنايا. وراجل ضرفات وراجل عزيز علينا تا هو، صديق تاعنا من القديم، ماشي يلاه عرفناه قبل ما نديروا القناه تنعرفوا. سي محمد هنا ضرفات وراجل زين كما تشوفوا. الخيرات تنوروها جميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا داخل الوطن أو خارج. كما تشوفوا القضبان الشواية، اللي بغى القضبان تيصوب لي القضبان، اللي بغى الشواية يصوب لي الشواية. كما تشوفوا البصلة والمطيشة والخيرات تبارك الله. وهذا الكوليت كي تشوفوا معنا، هذا واش بيبي او دجاج؟ او قولي واش هذا دجاج؟ غادي يكون دجاج كما تشوفوا. كل شيء تيصوب هاد الشيء، الخيرات تبارك الله. كي تشوفوا معنا في الاربعاء السويهله في مراكش تنوريوها لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان، الحباب تونا داخل الوطن او خارج.
هذا الشيء تيديروا بحال البولفاف وهاد خيرات تنوريوها لجميع المشاهدين قناة زيت الموت. عندو ماكينات الكفتة تحل الكفتة، الناس اللي يبغى الكفتة. تنحيو الحباب تولا من طنجة الكويرة، تنحيو جميع المشاهدين قناة زيت المرجان في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى في المملكة المغربية، أهلا بكم جميعا. كما تشوفوا هاد الخيرات عند السي محمد في الأربعاء السويهلة في مراكش، راجل ظرفات وراجل معقول، وكان عزيز علينا قبل ما نديروا القناة وتنعرفوا الناس. تبارك الله بالصحة والراحة كما تشوف هاد الخيرات. هاد الكود تا هو هاد الكفتة تاع حبيبي ولا الحام، هاد الخيرات تنوريوها للحباب تاعنا المشاهدين قناة زيت المرجان. اهلا بكم جميعا. سي محمد ظرفات هنايا تتحل كفتة بيبي أو كفتة البقري أو أي حاجة جبتي عليه تتحل. هذه هي الماكينة، ما تبيع لك كفتة لا والو، غير خاص بالشي والطحين كما تشوفوا. هاد نوريوها لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان والحباب تاعنا في المكان. اسمع محمد تشوي هادشي 10 دراهم الكيلو الزيتون، 10 دراهم الكيلو باش تشوي، وبشحال تطحن الكيلو؟ الطحين 5 دراهم 6 دراهم وجه هو وجه. لا راجل درواش في الأربعاء السويهلة مراكش. وبشحال الخبزة؟ بلاطو محمد. نعم سيدي. شحال الخبزة؟ خبزة 2 دراهم على حسب المسائل القانونية. تبارك الله. هذا الدجاج، هذا الدجاج بالصحة والراحة. قول لي يا سي محمد، شبرة تاعتي مويان او كبير؟ كاين 7 دراهم، كاين 7، كاين 10، على حسب البرارد. تيقول لنا على حسب اللون تاع البراد، كبير مويان الحجم تاع البراد كما تنوريوه لجميع المشاهدين قناة زيت المرجان في المكان داخل الوطن او خارج الوطن. حبابنا اهلا بكم جميعا. ظرفات سي محمد هنايا في الأربعاء السويهلة في مراكش. هاكا الخطولي، هادي راه خرجات. عطينا داك راه مطلق عيني، راه الراس هاديك حرقناه.